اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل عليه عدد من لم يصل عليه وصل عليه كما امرتنا بالصلاه عليه وصل عليه كما يحب ان يصلى عليه تعاظم ملك سليمان وسمع عنه القاصي والداني وما زال سليمان يحدث الطير ويفهم ما يقولون في معجزه خارقه سبحان الله وبحمده هذه الريح تؤمر بامر سليمان عليه السلام لا اله الا الله وحده لا شريك له يامر سليمان الريح فتذهب حيث شاء وظل سليمان يدعو ربه رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي البعض يقولون إن سليمان قد طلب من ربه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده لمصلحة شخصية يا أزدي نعم يا ألصاف هذا الكلام يتردد في بني إسرائيل كذب وافتراء فإن سليمان عليه السلام طلب من ربه كل هذا لكي ينشر الدين ويدعو إلى التوحيد وهذا ما نراه بالفعل فلقد سخر الله له كل شيء ليحقق ما يهفو اليه من انتصار لله ولدعوته يا ألصاف. هكذا هم بنو إسرائيل لا يكفون عن المكر والخداع نسوا أيام أن تاهوا في الأرض أربعين عاما وتشردوا إنهم لا يتعظون أبدا وكان الجن يصنعون لسليمان الجفان وهي الحوض الذي يتجمع فيه الماء وبدات المعجزات والايات تتوالى والدهشه تملا القلوب والعيون مما يفعله سليمان عليه السلام في ملكه وايضا بدا المكر والكيد لسليمان لقد أخذ سليمان الحكم وورثه عن أبيه داود إلى متى؟ إلى متى لا يكون له شان الفارس العظيم نصيب في حكم بني إسرائيل؟ متى أعتلي عرشكم يا بني إسرائيل؟ متى؟ متى يا بنيامين؟ لا أعرف يا هشان ما الذي يجري فأنتَ الفارسُ المغوارُ الذي طالما قاتلَ وانتصرَ. لا يمكنُ أنْ أتركَ سليمانَ يحكمُ. سأؤلِّبُ عليهِ بني إسرائيلَ حتى يقعَ من فوقَ عرشِهِ. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط مستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم وهكذا بدا الصراع مبكرا مع سليمان من داخل بني اسرائيل فقد اثار اعداء سليمان الشبهات حوله من كل اتجاه وحاولوا افشاله امام قومه الطعامَ يا هُشان. أيُّ طعامٍ يا ساجية؟ أيُّ طعامٍ يا زوجتي العزيزة؟ أيُّ طعام؟ وسليمانُ قد عتال العرش. أنا لا أهتمُ كثيراً بما يجري حولي يا هُشان. ساجية! وماذا أفعلُ أنا؟ ماذا؟ هكذا؟ هكذا الحظ الأسود يقف عثرة حتى مع زوجتي العقيم ألا يكفي أنني تحملتها كل هذه السنوات؟ لقد أخذ سليمان حكم ووارثه على أبي داود إلى متى؟ إلى متى لا له لهشام الفارس العظيم نصيب في حكم بني إسرائيل هنا مملكة السبأ باليمن حيث كان هناك ملك لم يرزق بأبناء بنين مولاي الملك، لمن توصي من أبنائك بالملك؟ بلقيس ابنتي هي من تحكم بعدي لتقيم العدل بين الناس، فأين هي يا شرحبيل؟ هي الآن تدعو الآلهة أن تشفيك يا مولاي لتخرج من مرضك. لا اظن ان الالهه ستنقذني من الموت يا شرحبيل فلقد دنا اجلي واقتربت الساعه اطال الله عمرك يا مولاي فكم من مريض شفي بفضل الالهه المباركه اعدلوا بين الناس وحافظوا على مملكه سبا قويه لا تختلفوا ولا تتناحروا بعدي اين بلقيس بلقيس يا حوريه اذهبي الى الاميره سمعا وطاعه ايتها الشمس يا من نعبدك ونقدِّسك، أدعوكِ أن تنقذي والدي من سقمه، وأن تطيلي عمره. هاتي الطفل، هاته لنذبحه تقربا للآلهة. مولاتي الملكة، الملك يطلبك. <applause> ستطيب يا ابي ستطيب فلقد دعوت الشمس ان تنجيك من مرضك يا بلقيس لقد عهدت اليك يا ابنتي باماره سبا فكوني ملكه عليها واعدلي بين الناس <applause> لن تموت يا أبي لن تموت <applause> لا أريدك أن تموت يا أبي من لي بعدك من لي بعدك <applause> لك الشمس إلهة وسبأ مملكة والشعب خادما وهذا الوزير المخلص أطال الله عمرك يا مولاي الملك اطال الله عمرك تركت لك يا بلقيس ذهبا وحليا ولؤلؤا وخزائني كلها فلتبارك الشمس لقد ولى الملك بلقيس على عرش سبا لا استطيع فعل اي شيء ولكني اخشى عليها من عروه فلديه قدره على ازاحتها في اي وقت نعم فهو من عليه القوم واشرافها لننظر ماذا ستفعل الايام جهز الجنود لمراسم دفن الملك غدا يا عنبر سمعا وطاعه يا حضره منذر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين زاد الرخاء في عهد سليمان الحكيم وكان يامر الريح فتحمل السفن في البحر سبحان الله وبحمده هذه الريح تؤمر بامر سليمان عليه السلام لا اله الا الله وحده لا شريك له يامر سليمان الريح فتذهب حيث شاء فاذا ارادها سريعه لتجري بالسفن في البحار صارت عاصفه حتى اذا ما ركب سليمان البحر صارت هادئه هيا احملوا البضائع الى السفن حتى تصل في موعدها اتسع ملك سليمان عليه السلام ووصل الى مشارق الارض ومغاربها واخذ يخوض المعارك ويفتح البلاد ويهدي العباد لرب العباد كان قويا عنيدا في الحق بجانب طيبته وخلقه الحسن يدافع عن ملكه ولا يتخاذل وبينما هم في مراسيم دفن الملك تقف بلقيس امامهم وهم قد وضعوه في قبره والكل في حاله حزن لا يعرف شيئا عن الملك لمن سيصير والى اين المصير تبكي الجنود ودموع بلقيس تنزل غزيره حزنا على وفاه الملك والدها مولاتي بلقيس، هوني عليكِ، واستعدي لحكم البلاد، فهي مسؤولية كبيرة. مسؤولية كبيرة، والكل يعتقد أني امرأة ضعيفة، لا أستطيع الحكم والقيادة. وعليكِ أن تثبتي العكس يا مولاتي، ولكني لن أسلم من عروة. كلنا حولك يا مولاتي، لا تخافي، لكن عروة لديه من القوه والنفوذ ما يهدد به عرشي يا حوريه لن يستطيع سنرى ماذا ستشهد الايام القادمه سنرى ايها الناس لقد مات ملككم مات بعد ان اعطى مملكه سبا ما اعطى وافنى عمره في خدمه بلاده وقد ولى قبل موته عليكم ابنته لقد امرني والدي الملك ملكه على عرش سبا <applause> وكل ما كان يفعله أبي لن يتغير ستظل الأشياء كما هي ستظل القوانين كما هي والعطايا كما هي والقوات كما هي والرخاء كما هو وجيش سبأ كما هو قوي منيع وفي. هيا. هيا إلى حياتكم اعملوا فان الشمس لن ترضى عنكم الا بالعمل والفلاح بلقيس بلقيس, بلقيس! اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط مستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم وكان سليمان يامر جنوده فتنفذ اوامره في الحال فكان يامر الهدهد ان يبحث عن موارد الماء لقد اجاد نبي الله سليمان استخدامنا نعم فنحن الان نعمل شيئا مفيدا ينفع الناس مم، رغم ان هذا ضد طبيعه الجن فنحن لا نعرف سوى الشر لقد سخرنا الله لسليمان فلا نستطيع ان نعصي له امرا ولكن هذا ينفع بني الانسان وهو عدو لنا هل تستطيع ان ترفض امرا لسليمان لا لا استطيع اذا فاعمل في صمت كادت الشمس تغيب ولم اكمل عملي لقد آتى الله لداود وسليمان ملكا عظيما إنه بساط الريح فجاء سليمان يسأله أنت من قلت هذا؟ نعم أنا من قلت هذا فمن أخبرك يا نبي الله فابلغه سليمان ان الريح قد نقلت الكلمه ثم قال للفلاح لتسبيحه واحده او تكبيره واحده او تحميده واحده خير لك من ملك سليمان وداود ساجية يا ساجية ألا تسمعين ندائي؟ <applause> أنا لا أريد شيئا لا أريد سوى أن أطيح بسليمان من فوق عرش بني إسرائيل ساجية لماذا لا تتكلمين يا ساجية؟ وماذا تريد مني أن أقول؟ قولي إنك تكرهين سليمان مثلما أكرهه أنا، قولي. الحب والكره من أعمال القلوب يا هشام. وأين قلبك يا ساجية؟ مع من قلبك؟ لقد احل الله لنبيه داود ما شاء من الزواج بالنساء فهو نبي وهذا معلوم لدينا ان للانبياء عند الله مكانه واصطفاء ولقد اصبحت بنو اسرائيل على يديه دوله قويه نعم فانه حكم عدل بين الناس ينصف الفقراء والضعفاء إنه ولدي إنه ولدي أنا بل هو ابني أنا ولدك قد أكله الذئب الذئب أكل رضيعا وامرأتان تختلفان فليذهبا إلى نبي الله داود ونبي الله سليمان فلنذهب إلى نبي الله داود ليحكم بيننا وليعيد لي ولدي هيهات هيهات لما تقولين

ووقفتا امام داود عليه السلام ليحكم بينهما انه ولدي يا نبي الله لقد تركت ولدها للذئب فاختطفه انه ولدي اقسم بالله الواحد الاحد انه ولدي يا نبي الله ولدي انا لا لا انه لا. ولدي وهي كاذبه كاذبه اغثني يا نبي الله داود واعد لي ولدي واحكم على هذه الكاذبه فحكم داود للكبرى بالولد ولدي عاد لي ولدي يا رب اظهر الحق على يد سليمان فلقد خدعت هذه الكاذبه نبي الله داود <applause> فاذا بسليمان امامهما فعرف ما كان فاعادهما مره اخرى وامر سليمان بان ياتوه بسكين ليقسم الطفل بينهما وانا اوافق على اقتسام الطفل بيننا <applause> لا 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 اعطها الطفل اعطها ولا تقسم ولدي اعطوه اياها حسبي الله ونعم الوكيل <applause> فعرف سليمان من أم الرضيع فأعطاه للصغرى: <applause> ولدي ولدي حبيبي عدت إليّ عدت إلى حضن أمك ولدي ولدي الحبيب فيما انت شارده يا ساجيه اتدبرين معي امرا للقضاء على سليمان وملكه وكانت سفن سليمان تجري في البحر ذهابا وايابا في سلام وقد اهتم سليمان عليه السلام بشؤون البلاد الداخليه فشجع التجاره وانشا اسطولين كبيرين احدهما في بحر الروم والثاني في بحر القلزم وكانت سفنه تجوب البحار وتصل بلاد الشرق ببلاد الغرب أنظري يا كهرمانة، أنظري كيف سخر الله الريح لسليمان تغدو مسيرة شهرين في يوم واحد. نعم يا ساجية، غدوها شهر ورواحها شهر في يوم واحد. كم هو فضل عظيم أن يختصنا الله برؤية معجزات سليمان رأي العين. شيء فوق الخيال. سبحان الله خالق كل شيء يقولون ان مركبه هذا من الخشب فيه الف ركن وفي كل ركن الف بيت تركب فيه الانس والجن يقولون ان تحت كل ركن الف من الجن يرفعون هذا المركب اذا ما هب الغبار الشديد فاذا سكن اتت الريح رخاء فسارت بسليمان ومن معه بامان وقد طلب سليمان عليه السلام من ربه ان يجعله يطعم المخلوقات كلها في يوم واحد فامر سليمان بتجهيزات الطعام لكل المخلوق فكانت السفر ممتده مسيره شهور وكانت المخلوقات الف امه اربعمائه في البر وفي البحر ستمائه امه فاختار سليمان ضيوف البحر للوليمه فخرجت سمكه ضخمه من البحر فاكلت كل الطعام فخرجت سمكه البر فلم تجد طعاما فاكلت السمكه التي التهمت كل الطعام فسجد سليمان لله اعترافا بقدرته في رزق مخلوقاته ومما يؤثر في قصه نبينا سليمان انه كان بحارا وانه وصل الى اماكن بعيده في البحر المتوسط وكان اميره عليه السلام والمسيطر عليه سليمان عليه السلام يحب البحر فهل سنبني حضارتنا في البحار ربما فان الله قد من على نبينا ما لم يهبه لغيره فها هي الجن تعمل التماثيل والمحاريب ما أعظم هيكل سليمان يا أزدي نعم لقد بنته الجن حيث أمرها سليمان وسخرها له رب العالمين ما هذا الهيكل يا بنيامين؟ لا أدري يا هشان لقد بناه سليمان ليتعبد فيه الناس علينا أن نشيع في الناس أن سليمان يسخر الجن بسحره حتى يخاف القوم منه. الناس تدخل الهيكل لتتعبد يا هشان، فماذا نفعل؟ لنجتمع عند قيساء في ظلم الليل، لنتدبر أمرنا. يا لك من ضال مضل، سوف تفسد على بني إسرائيل دينها. يا الهي يا رب العالمين يا من بعثت سليمان بالحق نبيا وايدته بالمعجزات اتشوق لان ادخل هيكلا اتعبد فيه <applause> هل أعددتِ لي الطعامَ يا ساجية؟ ماذا؟ أتبكين يا ساجية؟ أعددتُ لكَ طعامَكَ وشرابَكَ، وسأذهبُ للنوم، فأنا متعبة. لا أدري ما وراءَكِ يا ساجية، لا أدري. ندعو ليوم يجتمع فيه الناس ونخبرهم بحقيقه سليمان انا معك يا قيساء على ان يكون اتباعنا منتشرون في كل مكان لينشروا حوله الشائعات اذا لابد من اخذ راي شان لا ادري لماذا تاخر سأظل عدوا لسليمان حتى يترك ملك بني إسرائيل، وكل عدو له هو حبيب لي، وكل حبيب لسليمان عدو لي. هل انتهى الأمر بتولي بلقيس عرش سبأ وأصبحت أنا عروة من رعايا بلقيس علينا أن نقف في وجهها فلا تستطيع أن تقيم ملكا بغيرنا وماذا لو قاومت لا بد أن نأخذ حذرنا ها؟ ماذا تقصد؟ أصمت فأنا لها نعم؟ انا لها هل سيستتب الحكم للملكه يا حضره منذر عروه يا عنبر عروه لا يستطيع ان يجبر الناس على ترك بلقيس وعدائها لديه النفوذ والمال والتجاره واصدقاء في كل الممالك المجاوره يستطيع ان يجعلهم اعداء للملكه المملكه تدخل في مرحله خطيره يا منذر منذر هل بك شيء لا ولكني اعتقد ان الحرب قد بدات ماذا يا منذر اقرا يا عنبر المره القادمه في قلبك يا منذر من فعل هذا بك الم اقل لك اننا مقبلون على ايام صعبه لا تحزن يا هادي لا تحزن اخوك الاصغر سراج يتاثر بك لقد مات الملك يا اماه وكان يساعدنا على العيش لا تحزنْ يا ولدي، سنحاول الوصول إلى الملكة لتعلم بظروفنا. ولماذا نحنُ فقراء؟ نشتكي حالنا لأثرياء القوم. لماذا لا نكون أغنياء مثلهم؟ يا سراج، لكلٍ رزقُه، تهابه الشمسُ إياه. كل أطفال المملكةِ سعداء، ما عدا أنا وأخي هادي. لا تَبْكِي يا أخي، لا تَبْكِي، لابُدَّ أنْ نَصِلَ إلى المَلِكَةِ. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى اله وصحبه وسلم واعاد سليمان بناء المسجد الاقصى من جديد اولى القبلتين وثالث الحرمين وفرحت به بنو اسرائيل وما زال سليمان يعمر البلاد ويهدي العباد يبني ويشيد في كل مكان ينشر دعوه التوحيد في كل مكان يزداد اتباعه ويزداد ايضا اعداؤه ورغم كل هذا البناء والتشييد الواضح ورغم التقدم الكبير في حياه الناس ورغم كل هذه المعجزات الواضحه ورغم بناء عدد كبير من الهياكل ودور العباده الا ان الضلال لا يزال يزاحم الحق هوشان! إلى أين أنت ذاهب؟ ولِمَ هذا السيف؟ ذاهب ولما هذا السيف على سليمان ونبوته المزعومة. ماذا تقول؟ ذاهب لأفضح أمر هذا الساحر بين بني إسرائيل، لأكشف لهم زيفه وضلاله. وماذا لو وقف الناس ضدك؟ ها؟ لن يقف أمامي أحد بعد اليوم. هذا يوم هوشان. أخشى عليك يا زوجي. مِن ماذا يا ساجية؟ مِن شر نفسك. هيا يا هُشان، بنو إسرائيل كلهم ينتظروننا. اللهم احفظ نبيك سليمان من كل سوء. يا بني اسرائيل انتم خير من خلق الله انتم الافضل والاشرف والاعظم ولا يليق بكم ان يكون حاكمكم ساحرا شريرا الم يروا كيف سخر سليمان الجن فبنت له المحاريب والبروج والقصور الشاهقه اذا كان نبي الله سليمان ساحرا كما تقولون فلماذا لم يسحركم انتم ايضا مثلما سحرنا الساحر ياتي بالشر حيث كان فهل اتى نبي الله سليمان لكم يا بني اسرائيل الا بالخير لا لم لا نرى لا 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 وكيف سخر سليمان الريح والطيور والزواحف اجل سليمان ساحر شرير ساحر ساحر, ساحر. ساحر. شرير ساحر. ساحر. وهل رايتم ساحرا يبني المحاريب والهياكل هل رايتم ساحرا ينشر الحق والعدل بين الناس لا, لا. 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 سليمان ليس نبيا انه كاذب نعم انه كاذب شرير هل رايتم ساحرا يعطي الفقير وينصر الضعيف ويحمي المساكين لا 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 انه ساحر انه ساحر كاذب فلا تصدقوه اذا من سخر له كل هذا الله ومن اعطاه كل هذا الملك الله, الله, الله هو الله, الله, الله ومن ولاه على بني اسرائيل الله الله, 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 الله انظروا هذا الهدهد يكتشف منابع المياه ليعم الرخاء على بني اسرائيل انظروا الى المباني والهياكل التي ملات بلادنا لقد دافع الله عن نبيه سليمان الحكيم سليمان الذي تولى القضاء من أيام أبيه داود فحكم بالعدل بين الناس لنا جولة أخرى يا ألصاف وهكذا رد أتباع سليمان على شبهات المشككين ودافع الله عن نبيه وأنصفه لقد دفع الله عن سليمان يا ساجيه كرمانه لي عندك طلب ما هو تطوق نفسي للذهاب الى المحراب والصلاه هناك واخشى منه شان ان يراني لا عليك يا ساجيه سنذهب سويا للصلاه كيف لا عليك لقد انار العرش بك يا مولاتي بلقيس اخشى ان ادفع عمري ثمنا لهذا العرش يا وزيري شرحبيل كلنا فداؤك يا مولاتي بلقيس ما الذي يجري في المملكه يا شرحبيل انت في فتره حزن والم لفراق ابيك يا مولاتي فهوني عليك كلماتك تثير القلق في نفسي يا وزير لا عليك سوف يستديم لك الملك فاسجدي لالهتك واطلبي منها العون كيف أستطيع أن أستولي على ملك بلقيس؟ إمرأة تحكم سبأ؟ كيف؟ هل غابت الرجال من الدنيا لتحكم إمرأة؟ ومن لها غيرك يا عروة؟ سأدبر أمري مع علية القوم، وستعود بلقيس إلى بيتها ذليلة، ترجو عفوي؟ ولن اعفو قل لي ما الذي جرى بينك وبين رجالها لا شيء ولكن هناك الكثير والخيانه وارده مولاي رسول من الوزير شرحبيل ادخله وقدم له الخمر والفاكهه خرج سليمان لأداء الصلاة فجاءوه بالصافنات الجياد وسليمان كان من أهم أفرع أسلحته هو سلاح الفرسان وأطلقها سليمان حتى توارت بالحجاب ثم عادت إليه سريعا بسم الله الرحمن والعشي من زوال الشمس الى الغروب والصافنات الجياد يعني التي وقفت من الدواب على ثلاث قوائم حيث عرض الخيل على سليمان فشغله عن صلاه العشاء قال المفسرون وهي العصر وقد توارت الخيل بالحجاب وغابت عن سليمان في المسابقه فلما فاتته الصلاه قال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي يعني الخيل وسماها الخير لانها من جمله المال الذي هو خير وقوله ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق فيه قولان ان سليمان اكرم الخيل والقول الثاني انه ذبحها لئلا تشغله عن ذكر ربه وظلت بلقيس في قلق وخوف من غدر أعدائها، فهي امرأة فوق عرش المملكة، والكل يطمع أن ينزلها من عرشها ليحكم سبأ. لماذا أنتِ حزينة يا مولاتي بلقيس؟ فلقد استتب لك الحكم. لا أدري يا حورية إن كان استتب لي الحكم أم لا. فعروة لن يقف مكتوف الأيدي. وماذا سيفعل يا مولاتي؟ كلنا معك. المرأة دائما تبدو في عيون الرجال ضعيفة هشة. ولكنك تحكمين يا مولاتي بلقيس. نظرة الرجال لا تتغير يا حورية، ولا أدري ماذا تحمل لنا الأيام القادمة. تحمل لك كل الخير يا مولاتي. أشك أن هناك شيئا يجري في المملكة يا قائد منذر خصوصا بعد أن حاولوا قتلك أنا أعلم أن هناك عدوا لن يصمت ولن يستكين حتى يستولي على حكم المملكة ولما الصمت يا قائد تحدث إلى الملكه بلقيس يا عنبر أنا لا أملك دليلا واحدا يدين أحدا يا قائد منذر الوزير شرحبيل يريدك ما بك يا امرأة؟ أولادي جوع وأريد أن أشتري لهم طعاما ولماذا لا تذهبين إلى الملكة؟ ومن يسمح لامرأة فقيرة مثلي أن تصل إلى الملكة بلقيس؟ يا وزير شرحبيل أين الفقراء والمساكين الذي كان أبي يرعاهم ويرسل إليهم الطعام والشراب والمال اجمع لي الفقراء والمحتاجين في يوم قريب أريد أن أسمع شكواهم وأعرف معاناتهم سمعا وطاعة يا مولاتي واجمع لي وزراء الصناعة والتجارة والزراعة أريد تطويرا كاملا للمملكة اريد ان تصبح سبا اقوى مملكه على وجه الارض وهو كذلك يا مولاتي كيف نصل الى الملكه بلقيس وما الذي يمنعنا ان نصل اليها لديها حرس وجنود نحاول ونحاول لعلنا نصل اليها فنحمل عن امنا هم معيشتنا انا معك لكن قل كيف نذهب الى القصر ونحاول ان ندخل باي طريقه وماذا لو عرفت امنا نحن نفعل كل هذا من اجل امنا <applause> معك <معنا> حق لقد جمعتكم لأمر جلل يا قائد منذر أشعر أن هناك أمورا تنخر في المملكة طمئن يا وزير شرحبيل لقد ازداد قلقنا منذ دعوتنا عروة يعرض علي خيانة الملكة بلقيس كنت أشعر أن السهم الذي كاد أن يقتلني جاء منه وماذا نحن فاعلون؟ نقوم بالقبض عليه فورا لا اللعبه ليست لعبه عنف اللعبه هنا لقد بعثت له برساله رساله وماذا قلت له فيها يا وزير شرحبيل ابلغته انني معه معه, معه؟ ضد الملكه بلقيس وانتما ايضا معه ماذا يدور في راسك يا وزير شرحبيل لابد ان نقنعه اننا معه آه حتى نعلم فيما يفكر فنقضي عليه بضربه حاسمه انها خطه عبقريه ولكن ماذا لو علم بها ومن اين سيعلم لابد ان نكون اوفياء لملكنا الراحل وابنته نحن معك يا وزير حتى نتخلص من عروة وحاشيته سأبلغكم بموعد لقائنا معه وحاولت بلقيس أن تطور سبأ لتصبح إحدى أهم المدن في العالم ها <applause> 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 سيأتون كلهم راكعين أمامك يا عروة اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل عليه عدد من لم يصل عليه وصل عليه كما امرتنا بالصلاه عليه وصل عليه كما يحب ان يصلى عليه تعاظم ملك سليمان وسمع عنه القاصي والداني وما زال سليمان يحدث الطير ويفهم ما يقولون في معجزه خارقه وكان سليمان يمشي مع اصحابه فراى اربعه عصافير على الشجر يتحدثون فيقول لاصحابه هل تعلمون ماذا تقول العصافير الاربعه ماذا يقول الاول يا سليمان اجاب سليمان الاول يقول يا ليت الخلق لم يخلق وماذا يقول الثاني يا نبي الله فقال لهم سليمان عليه السلام اما الثاني فيقول يا ليتهم لما خلقوا علموا لما خلقوا وماذا قال العصفور الثالث يا سليمان الحكيم فقال لهم سليمان قال العصفور الثالث يا ليتهم لما علموا لما خلقوا عملوا بما علموا وماذا قال العصفور الرابع يا نبي الله فقال لهم سليمان اما العصفور الرابع فقال ويا ليتهم لما عملوا بما علموا اخلصوا فيما عملوا هل تعتقدون أن ما يفعله سليمان هذا من عند الله؟ نعم، إنه ملك ونبي، ورث عن أبيه داود كل شيء، ما عدا المال، لأن الأنبياء لا يورثون المال ماذا تريد بكلامك يا هشان؟ ها؟ كن واضحاً معنا يا قوم، اسمعوا، هل تعتقدون أن هشان يريد بكم شراً؟ إن ما يفعلُه سليمانُ من تسخيرِ الرياحِ والجنِ والشياطينِ والطيرِ ما هو إلا سِحر. سِحر؟ سِحر؟ <applause> اهدأوا فإنَّ الدليلَ موجودٌ على ذلك. فأين الدليل؟ لن أفصحَ عنهُ الآن حتى تُثبتَ الأيامُ كذبَ وتضليلَ سليمان. من يوصلني للملكة بلقيس؟ من يأتيني بها؟ فلقد كان أبوها ينفق بسخاء علينا هذا ما كتبته الشمس عليكم يا أبنائي تنامان جوعا وغيركم بطونهم ممتلئة <applause> يا بلقيس يا بلقيس ارحمي رعاياك <applause> مولاتي ماذا بك يا حرية؟ أريدك أكثر حرصا على نفسك أعرف أن الخطر حولي في كل مكان فماذا أفعل؟ لا شيء لا شيء ولكني أخاف عليك أكثر من نفسي لماذا رميت الحجر يا أخي؟ أريد أن ألفت نظر الملكة بهذه الطريقة أريد أن تخرج من النافذة فأراه وأشكو لها اسمع يا سراج هيا نصعد السور وندخل للملكه نحكي لها عن معاناه امنا اخشى ان يقبضوا علينا فنضيع ونذبح قلب امنا لا تخف هيا احملني ساصعد انا اولا هيا هيا ولكنك قصير جدا مولاتي لقد صرت وحيده بعد أن تم أسر أخي في معركته الأخيرة ولا أعرف عنه شيئا حتى الآن صلي للشمس علها تعيده يا مولاتي إنني أصلي أصلي للشمس دائما يا حورية. ما هذا؟ آه قدمي تعال هنا اتركني تعال قلت لك مم. ما الذي دفعكما لهذا الفعل الفقر يا مولاتي الملكه فامنا تصبح في شقاء وتمسي في شقاء <applause> امنا تسال الناس في الشوارع <applause> يا وزير شرحبيل اين الفقراء والمساكين الذي كان ابي يرعاهم ويرسل اليهم الطعام والشراب والمال اجمع لها الفقراء والمحتاجين في يوم قريب اريد ان اسمع شكواهم واعرف معاناتهم سمعا وطاعه يا مولاتي ايها الجنود اذهبوا واتوني بامهما امي لم تفعل شيئا نحن من أخطأنا، أتوسل إليكِ يا مولاتي أن تتركي أمي المسكينة. نعم يا مولاتي اتركي أمي. <applause> لا تخافا، يا لكِ من ملكة حنونة، يمتلئ قلبكِ بالحب والعطاء. أخشى ما أخشاه يا حورية، أن ينازعني في الحكم من لا يرحم هؤلاء الضعفاء. لن يحدث هذا ابدا يا مولاتي لماذا اخذت ذهبي وحلي بهذا المال سنقاوم سليمان سندفع للفقراء أجر تركهم لدينهم. أخرج سليمان من رأسك يا هشام، فإن بني إسرائيل تقدمت على يديه. <applause> تقدمت على يديه؟ من قال هذا؟ كل الناس، فقد تقدمت البلاد على يديه في التجارة والصناعة، ولا أحد ينكر هذا. لو حكمت أنا لجعلت بني اسرائيل ملوكا على العالم كله اللهم احفظ نبيك من مكرهم ودهائهم ابنائي ابنائي اين كنتما فقد كدت اموت من الرعب عليكما وكيف جئتما الى هنا يا أم سراج سوف يكون لك راتب شهري من المملكة حتى لا تسألي الناس شيئا. سأدعو لك الشمس كل صباح أن تحفظك أيتها الملكة المباركة. خذي ولديك واجلسا في حدائق القصر. يا حورية سمعا وطاعة يا مولاتي. كوني في خدمتهم. السمع والطاعة. يا عروه ماذا سنفعل مع الوزير شرحبيل سترون كل شيء عندما يتم اللقاء تاخرت عليك قليلا يا عروه لا لا ايها الوزير شرحبيل اهلا بكم تفضل تفضل ايها القائد منذر تفضل ايها الباطل عنبر خذ هذا يا عروه ما هذا السهم الذي اردت قتلنا به هذا هذا مجرد مزاح ماذا يريد عروه ان اعتلي عرش المملكه والمقابل تصبحون في مكانكم ومكانتكم كما انتم اريد ان اكون نائبا لك في الحكم اريد ان اكون القائد الوحيد طوال ملكك اريد ان امتلك اموالا وذهبا وفضه لكم كل هذا والمقابل راس بلقيس اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الذي نوره من نور الانوار واشرق بشعاع سره الاسرار تعددت معجزاتك يا سليمان الحكيم وارتفع شانكم يا بني اسرائيل على يد نبي الله سليمان وزادت الافتراءات عليك يا نبي الله لابد أن نبدأ حملة للتشكيك في سليمان حتى ينحاز لنا اليهود يا بنيامين كيف يا هوشان؟ قيساء أنت امرأة جميلة ثرية ولك تأثيرك الكبير على معشر النساء يا هوشان حدد لي ما تقول فإن اقتنعت أصبح مالي ونفوذي ملكا لك وإن لم أقتنع فلا أكون معكم تهمة عظيمة تهدم ملك سليمان وتسود صورته البيضاء الناصعة السحر نكرر ونردد هذا في كل مكان بفلسطين هل تريد أن تقول إن سليمان فعل كل هذا بالسحر؟ نعم ووقتها لن يصدقه احد من بني اسرائيل افهم من هذا يا ساجيه انك لا تستطيعين ان تظهري ايمانك بنبي الله سليمان أمام زوجك هوشان؟ لا أستطيع يا كهرمان فزوجي يتزعم القوم للتخلص من نبي الله سليمان وإن علم باتباعي لسليمان فقد يطلقني أو أو يقتلني وما الحل يا ساجية؟ اتركي فليس بينكما أبناء أتركه لا يا كهرمانه انني احبه فهو زوجي وعشره العمر ولكن الامر امر دين لعل الله ان يهدي قلبه ويعود لصوابه اللهم اصلح بالك يا ساجيه <applause> <applause> سيأتون كلهم راكعين أمامك يا عروة كلهم الوزير والقادة وسترحل بلقيس إلى غير رجعة نعم إن ما أقوله هو الحق لقد ضل سليمان سليمان يستخدم السحر لتسخير كل هذه المخلوقات هل كفر سليمان؟ علينا إذن أن نعمل على التخلص منه آه ليته تعلم من أبيه داود أين ساجية؟ لماذا لم تحضر معنا؟ لعلها علمت بسحر سليمان لن اترك امراه في بني اسرائيل الا وابلغها بسحرك يا سليمان أسمعت يا ألصاف ما يردده أعداء سليمان سمعت يا أزدي وحزنت أيما حزن يجب ألا نسكت على ما يقولون يا ألصاف لن نسكت طبعا وسنتحرك بكل اتجاه لإنصاف نبي الله سليمان أقترح أن نعقد اجتماعا موسعا للرد على شبهاتهم بحق سليمان عليه السلام لا بل علينا أن نتحرك دون أن نجهر بما يقولون حتى لا يتناوله الناس في المملكة صدقت يا ألصاف حتى لا نعطيهم أكثر من حجمهم تعددت معجزاتك وزادت الافتراءات عليك يا نبي الله وما زال سليمان يحدث الطير ويفهم ما يقولون في معجزه خارقه